عندنا الاول قطع لحمه بقري او ضان، نكون مقطعينها قطع صغيره وهنسلقها لحد ما تستوي معانا كويس جدا وتبقى ناعمه. وبعد ما نسلقها هنشيلها من الميه اللي سلقناها فيها وهنحطها في التلاجة لحد ما تبرد معانا تماما، وده مهم جدا عشان لما نيجي نحمرها، عشان لو حمرناها وهي سخنه هتتفتفت معانا. بعد كده هنحمر قطع اللحمه كويس في زيت او سمنه على نار عاليه. وبنقلب اللحمه كويس لحد ما تلون معانا بالشكل ده. بعد كده هنحط عليها بصلتين كبار متقطعين شرايح وثلاث قرون فلفل رومي وفلفل الوان لو حابين، ونقلب. وهنضيف كمان ثلاث فصوص ثوم مفرومين ومعلقه صغيره فلفل احمر حار مفروم لو حابين. وهنضيف الملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره بابريكا، وهنقلب كويس لحد ما كله يتحمر مع بعض. وبنقلبها لحد ما كله يدبل مع بعضه تماما بالشكل ده، وخلاص كده هي جاهزه معانا. وهنقدمها مع سلطه الطحينه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.